مالكم قاعدين كده ليه؟ حبيبي جيت في وقتك، روح اسال لنا سامح عن نمرة جيلان، وبالمره دخل لي الباستيلا اللي بره دي جوه في المطبخ. يا ترى بقى ايه المصيبه اللي عندنا النهارده؟ يا ساتر يا رب، كلكم لمدين كده ومسمع كلام ماما ودخل الباستيلا عايزين نستحم. ما انا لسه يا جماعه قابل سامح وانا طالع وقال لي زمانها جاي. انا معايا تليفون يعني كان كلمها. شفتي يا ليلى؟ شفتي؟ عشان لما يجرى لي حاجه تبقي عرفتي ايه السبب. انا بناهد فيهم كده ليل ونهار مغلبني. استغفر الله العظيم يا ربي، يعني الناس تيجي دلوقتي تلاقينا في الضلمه ويطلعوا فعلا على البيت انها نحس ونتفضح من تاني. لا حول ولا قوه الا بالله. اسمع الكلام يا عبد الرحمن، يلا روح دخل الباستيلا عشان نستحمها. تعالى قوم اساعدك. انت هدي نفسك شويه، ما تهريش وتنكتي كده، لا يجي لك عيا ما نقدرش عليه. بيفتح بقى بس مش احنا كمان. ما تهمدي بقى، بقى بطلت تفرط لي راحه جايه بلاش عرف. ما انا قاعده زهقانه بقى ومش لاقي حاجه تسليني. واضح ان في مشكله كبيره جدا. انا هقوم انام ولو ان مش جاي لي نوم. طب بقول لك ايه؟ ما اعمل لك فنجان قهوه حلو كده. لا مش عايزها. لك قهوه؟ مش عايز قهوه، ماليش نفس في القهوه دلوقتي، خلاص انتهينا. طب ايه رايك نطلع البلكونه الجو تحفه ونلعب كوتشينه؟ استنى اهي لقيتها. ايوه بص، تعالى نلعب كوتشينه واحنا قاعدين في البلكونه كده. كوتشينه ايه وبلكونه ايه؟ دي اخرى، انا ماليش ذهن للحاجات دي خالص. انا هفكرك. بص احنا ممكن نلعب حاجه سهله، يعني ممكن نلعب بصره، نلعب شايب. انا هلعب بصره وشايب كان ولا بد يعني. في اوضة وليد دومينو على المكتب كده. قومي هاتي. حاضر هجيب الدومينو واجي بسرعه ونقعد في البلكونه. هتخبط يا عم سامح؟ انت خايف؟ ما انا خبطت عليه ما بيردش. الست جيلان زمانها جاي. ونفضل احنا بقى مستنيين الست جيلان. سهل الصعب يا رب. كهرباء قطع والمواتير قطع. طب وانا اعمل لك ايه؟ كلمنا حد من بتوع الصيانة. طب اتكلم انت. اي كهربائي؟ ما ممكن اي حد يجي يولع العمارة. يا اجل، ما الكهرباء قطع في عمارتنا احنا بس، وسامح بيقول ان دي ممكن تكون مشكلة كبيرة، فلو ينفع يعني تكلم لنا شركة الكهرباء او اي حاجة. مش عارف، احنا عندنا النهاردة ضيوف ومتعطلين. بس على فكرة يعني المكالمة دي ممكن يعملها أي حد في العمارة مش لازم أنا. طب ما أنت اللي حضرتك مسؤول عن الصيانة. أنا هتصرف، امشي.